السلام عليكم واهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الفسيولوجي اوف ماسلز، تحديدا السكيليتال ماسلز. لكن في البدايه هنقول هنت سريع عن انواع الماسلز اللي موجوده في جسمنا. عندنا في جسمنا ثلاث انواع من العضلات: السكيليتال ماسل والكاردياك ماسل والسموث ماسل. السكيليتال ماسل اللي هي العضلات الهيكليه، الكاردياك ماسل اللي هي بتكون لي الوول اوف ذا هارت القلب، السموث ماسل اللي هي موجوده في الوول بتاع البلاد فيسلز وموجوده في الفيسرا زي الجي اي تي او الامعاء. السكيليتال ماسل بتتميز بان هي فولنتري. فولنتري يعني ايه؟ يعني احنا بنتحكم فيها، نقدر نتحكم فيها. انا بقدر امسك الحاجه، بقدر ان انا ادي لنفسي اوردر ان انا امسك حاجه، اسيبها، اقوم امشي، اتحرك. لكن الكاردياك ماسل والسموث ماسل ما ينفعش ان انا اتحكم فيها، انفولنتري، بتتميز بان هي انفولنتري. لكن في عندنا القدره ان احنا نعمل لها ريجوليشن. مش انا اللي بعمل لها ريجوليشن، الاوتونوميك نيرفس سيستم هو اللي بيعمل لها ريجوليشن. بمعنى لو القلب في حاله طوارئ مثلا او كده، انا محتاج ان انا اضخ الدم بشكل اكتر او بكميه اكبر، فبالتالي السمباثاتيك هيبدا يشغل الكاردياك ماسل او يشغل الهارت، فيبدا يشتغل بشكل اكتر. نفس القصه برضو في السموث ماسلز في الامعاء. مثلا لو انا في وضعيه مناسبه للهضم مثلا، يبدا الباراسمباثيك يشتغل ويبدا الموتيليتي بتاعتي تزيد ويبدا عمليه الهضم تشتغل. السكيليتال ماسل بتتغذى بنوع من الاعصاب بنقول عليه الموتور نيرف، لكن الكاردياك ماسل والسموث ماسل بتتغذى بنوع من الاعصاب اسمه الاوتونوميك نيرف زي ما قلنا، اللي هو السمباثيك والبارا سمباثيك. السكيليتال ماسل فولنتري، بقدر اتحكم فيها، انا اللي بقدر اشغلها. لكن الكاردياك ماسل والسموث ماسل ان فولنتري، ما اقدرش اقول للقلب بتاعي اقف، ما اقدرش اقول له اشتغل. لكن الاوتونوميك نيرفس سيستم كل اللي بيعمله ان هو بيعمل له ريجوليشن، يعني بيزود الاكشن او بيقلل الاكشن. عندي السكيليتال ماسل والكاردياك ماسل بيبقوا سترايتد او عضلات مخططه بسبب وجود المايوفيلامنتس موجوده في ارينجمنت معينه هي اللي بتديني شكل الاسترايشن. لكن عندي السموث ماسل بتبقى نون سترايتد او بنقول عليها العضلات الملساء. زي ما قلنا السكيليتال ماسل بتبقى فولنتري بتحكم فيها، لكن الكاردياك والسموث ان فولنتري. السكيليتال والكاردياك ماسل بيبقوا سترايتد مخططين، لكن السموث ماسل بتبقى نون سترايتد او ملساء. شكل الخليه نفسه، السكيليتال ماسل بتبقى مالتي نيوكليتد، فيها اكتر من نيوكليوس، لكن الكاردياك ماسل والسموث ماسل بتبقى سنجل نيوكليوس، الفايبر الواحده او الخليه الواحده موجود فيها نيوكليوس واحده. السكيليتال ماسل والسموث ماسل بيبقوا نون برانشد، لكن الكاردياك ماسل بتتميز بان هي بتبقى برانشد، الخلايا او الفايبرز بتبقى متصله ببعضها، وهو ده اللي بيخلي لي الكاردياك ماسل تاكت از وان سينسيتيوم. يعني ايه؟ يعني الكاردياك ماسل بتشتغل كوحده واحده، كل الماسل فايبرز متصلين ببعض، فبيعملوا لي الهارت او الكاردياك ماسل كانه عضله واحده، هو ده اللي يخلي الاكشن بتاع الهارت يشتغل او يضخ الدم كوحده واحدة. وده طبعا اخدناه بالتفصيل في الكارديوفاسكولار سيستم. زي ما قلنا السكيليتال ماسل او العضلات الهيكلية، سكيليتال ماسل لان هي متصلة او اتاتش تو ذا سكيليتون اللي هو الهيكل العظمي. لكن عندي الكاردياك ماسل اللي هي تكون لي القلب او الوول اوف ذا هارت، السموث ماسل زي ما قلنا اللي موجودة في الانتستين او الجي اي تي والبلاد فيسلز. شكل الخلايا زي ما قلنا مالتي نيوكليتد، دي السكيليتال ماسل وسترايتد. الكاردياك ماسل بتبقى برانشد وسترايتد، لكن السموث ماسل بتبقى ملساء وبتبقى نون سترايتد. تعالوا بينا نشوف الاستراكشر بتاع السكيليتال ماسلز. لو افترضنا ان دي الماسل وده عندي البون وده التندون اتاتشد تو ذا بون، اول حاجه الماسل زي ما خدنا في الاناتومي بتبقى متحوطه من بره بالفاشيه. الماسل بتتكون او السكيليتال ماسل بتتكون من مجموعه من الفاسيكلز، كل الدوائر اللي جوه دي مجموعه من الفاسيكلز. الفاسيكل لو اخدنا كل فاسيكل وكبرناها بتتكون من مجموعه من الفايبرز، ماسل فايبرز. يبقى انا عندي مجموعه من الفاسيكلز، كل فاسيكل لو كبرناها بتتكون من مجموعه من الماسل فايبرز. لو اخدنا واحده بس من الماسل فايبرز دي وكبرناها هنلاقيها بتتكون من مجموعه من المايو فايبرلز. يبقى انا عندي فاسيكلز، كل فاسيكل مجموعه من الماسل فايبرز، كل ماسل فايبر بتتكون من مجموعه من المايو فايبرل. المايو فايبرل بتتكون اخيرا من حاجه اسمها الفيلامنتس او المايو فيلامنتس اللي هي الاكتين والمايوسين زي ما هناخدهم دلوقتي.
يبقى انا عندي مجموعه من الاكتين والمايوسين، او اللي هم المايوفيلامنتس، هيتجمعوا مع بعض يعملوا لي المايوفايبرل، مجموعه من المايوفايبرل هيتجمعوا مع بعض يعملوا لي الماسل فايبر، الماسل فايبرز مجموعه مع بعض هيتجمعوا ويعملوا لي الفاسيكلز، مجموعه من الفاسيكلز هتتكون مع بعض وتكون لي الشكل النهائي او البالك اوف ماسل النهائيه. عندي الفاسيكلز كلها او الماسل كلها بتتحوط من بره بحاجه اسمها الابيميزيوم، لكن الفاسيكل الواحده بتتحوط بحاجه اسمها بيري ميزيوم، لكن الماسل فايبر الواحده بتتكون او بتتحوط من حاجه اسمها الاندوميزيوم. يبقى في عندي حاجه اسمها الابيميزيوم، دي اللي حوالين كل الفاسيكلز، حاجه اسمها البيريميزيوم حوالين فاسيكل واحده، حاجه اسمها الاندوميزيوم ودي بتبقى حوالين الماسل فايبر. يبقى السيكونس بتاعنا كالاتي: ماسل، فاسيكل، ماسل فايبر، مايو فايبرل، ومايو فيلامنتس. لو جينا مسكنا المايو فايبرل دي وكبرناها، هنلاقيها بتتكون من حاجه اسمها الساركومير، والساركومير دي هي الفانكشنال يونت او الكونتراكتايل يونت بتاعه الماسل. هنعرف دلوقتي بالتفصيل يعني ايه الساركومير ده. بيتكون من زي ما قلنا، او المايو فايبرل بتتكون من المايو فيلامنتس، والمايو فيلامنتس دي زي ما احنا شايفين هي المسؤوله عن استرايشن، وهي المسؤوله عن تسميه السكيليتال ماسل بان هي استرايتد ماسل بسبب الـ arrangement of these filaments زي ما هنعرف دلوقتي بالتفصيل. هناخد دلوقتي واحدة من المايوفايبرلز دي زي ما قلنا بتتكون من ساركوميرز، وهنكبرها وهنعرف الساركومير ده عبارة عن ايه وبيتكون من ايه بالتفصيل. المايوفايبر لما كبرناها هتبقى عندنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عندنا اللي باللون الاحمر ده حاجة اسمها thick filament، اللي باللون الاسود ده حاجة اسمها thin filament. المايوفايبرل بتتكون من حاجه اسمها الاي باند وحاجه اسمها الاي باند. الاي باند دي ليها اسم تاني اللي هو الدارك باند، والاي باند ليها اسم تاني اللي هو اللايت باند. يبقى انا عندي الاي باند والاي باند. الاي باند دي بتتكون زي ما احنا شايفين من ثيك فيلامنت وجزء من الثين فيلامنت الاحمر والجزء من الاسود ده. يبقى الاي باند عندي من اول هنا لحد هنا جزء من الثين filaments والthick filaments، لكن لو بصينا على الاي باند بتتكون من thin filaments فقط اللي هي باللون الاسود. يبقى الاي باند thick filament زائد thin filaments، لكن الاي باند بتتكون من thin filament فقط. عندي حاجه اسمها الاتش زون. الاتش زون دي من هنا لهنا بتتكون من thick filaments وفقط اللي هي لونها احمر. يبقى انا عندي الاي باند بتتكون من thick وthin، الاتش زون بتتكون من ثيك فقط، لكن الاي باند بتتكون من ثين اللي هي باللون الاسود. عندي في السنتر بتاع الثيك فيلامنتس او في السنتر بتاع الاي باند حاجه اسمها الام لاين. الام لاين يبقى الام لاين عندي موجود في السنتر بتاع الاي باند. اما الاي باند عندي في السنتر بتاعها حاجه اسمها الزد لاين، وهو ده اللي يهمنا، لان المسافة ما بين الزد لاين ده والزد لاين ده two successive زد لاينز حاجة اسمها ساركومير، وهو ده الفانكشنال يونت او الكونتراكتايل يونت بتاع المصل السكيليتال مصل. يبقى انا عندي الحتة دي مهمة جدا، عندي المسافة ما بين two successive زد لاينز حاجة اسمها ساركومير، وهو ده الكونتراكتايل يونت بتاع السكيليتال مصل. الزد لاين ده موجود فين؟ موجود في السنتر بتاع الاي باند. عندنا حاجة اسمها الام لاين ده موجود في السنتر بتاع الاي باند. كل الكلام اللي احنا بنقوله دوت يجي في الام سي كيو. الاي باند بتتكون من ايه؟ بتتكون من ثيك فيلامنتس وثين فيلامنتس. ثيك فيلامنتس اللي هنعرف بعدين اللي هي اسمها المايوسين، والثين فيلامنتس اللي هي الاكتين. امال الاي باند بيتكون من ايه؟ بيتكون من الثين فيلامنتس. امال الاتش زون بتتكون من ايه؟ بتتكون من الثيك فيلامنتس. ليه الساركومير ده هو الكونتراكتايل يونت؟ لان زي ما هنعرف بعدين عندي الثيك فيلامنتس دي هتمسك في الثين فيلامنتس وتشدها، يبقى اللون الاسود ده الاثنين دول هيقربوا من بعض، وهو ده الكونتراكشن بتاع الماسل. هنعرف كل ده طبعا بالتفصيل دلوقتي. وزي ما قلنا عندنا نوعين من الفيلامنتس، في الثين فيلامنتس او الاكتين، والثيك فيلامنت او المايوسين، وهنعرف تركيب كل واحد منهم بالتفصيل. هنبدا اول حاجه بالثيك فيلامنت او المايوسين.
الثيك فيلمنت عندنا بتتكون من مجموعة من الموليكيولز اللي هي المايوسين موليكيولز. هنمسك المايوسين موليكيول وهنعرف التركيب بتاعه بالتفصيل. المايوسين موليكيولز بيتكون عندي من تيل ومن الهيد. التيل بتتكون عندي من تو هيفي تشينز بيلف حوالين بعض عشان يعملوا لي الشكل الهيليكال اللي احنا شايفينه ده، الشكل الحلزوني. والهيد بتتكون من 4 لايت تشينز، 1 2 3 4. يبقى انا عندي تيل بيتكون من 2 هيفي تشينز والهيد بتتكون من 4 لايت تشينز، يبقى انا عندي 2 و4. يبقى انا عندي المايوسين مولكيولز بيتكون من 6 تشينز. لو بصينا تحت هنا الجزء الاحمر اللي طالع منه حاجات ده بنقول عليه الثيك فيلمنتس. الجزء الرفيع اللي هو باللون الافتح دوت ده الاكتين فيلمنتس او الثين فيلمنتس. عندي التيل بتاعه المايوسين مولكيولز، التيل دي بتكون لي البودي بتاع الثيك فيلمنت. يبقى انا عندي التيل ده بيكون لي البودي بتاع الثيك فيلمنت. لكن عندي الهيد وجزء من التيل بنقول عليه الارم. الهيد وجزء من التيل بنقول عليه الارم، هو ده بيكون لي البروزات اللي طالعه دي اللي بنقول عليها الكروس بريدجز. نقطة الالتقاء ما بين الكروس بريدجز الحاجات اللي طالعة دي وما بين البودي بنقول عليها الهنج. الهنج ده يعني مفصلة، والجزء دوت بيبقى فليكسبل، هو المسؤول عن الحركة بتاعت الكروس بريدجز، بيسمح لها بالحركة بحرية. يبقى أنا عندي الثيك فيلمنت بيتكون من ثلاث حاجات، من البودي. البودي ده اللي هو بيتكون من التيل، وبيتكون من الكروس بريدجز اللي هي عبارة عن الهيد وجزء من التيل بنقول عليه الارم الدراع، وبيتكون من حاجة كمان اللي هي الهنج او المفصل. يعني ايه كروس بريدج؟ كروس بريدج يعني كوبري او حاجة متصلة كده، هي المسؤولة عن الاتصال ما بين الثيك فيلمنت وما بين الاكتين فيلمنت او الثين فيلمنت. يبقى ايه هي الكروس بريدج؟ هو الكوبري اللي هيعدي يمسك فيه الثين فيلمنتس عشان يشدها يقربها من بعضها ويعمل الكونتراكشن. زي ما قلنا ده عندي البودي بتاع الثيك فيلمنتس اللي هو بيتكون من التيل بتاع المايوسين مولكيولز، وعندنا دي الكروس بريدجز. الكروس بريدجز اللي هي بتتكون من الهيد بتاعت المايوسين مولكيول زائد الار. عندنا الهيد حته زياده، الهيد بيبقى موجود فيه مكانين. مكان بنقول عليه الاكتين بايندينج سايت، وهو ده اللي بيتصل بالاكتين او بالثين فيلمنت. ومكان بنقول عليه الاي تي بي بايندينج سايت او الاي تي بيز سايت، وده هنعرف وظيفته كمان شويه. يبقى انا عندي الهيد في مكانين، الاكتين بايندينج سايت وده اللي هيمسك في الثين فيلمنت، ومكان التاني اسمه الاي تي بيز. كده عرفنا تركيب الثيك فيلمنت بالتفصيل. هندخل بعد كده على الثين فيلمنت او الاكتين. الثين فيلمنت عندي بيتكون من تو تشينز لفين حوالين بعض عشان يعملوا لي الشكل الحلزوني ده. عندنا الثين فيلمنتس بتكون من 3 بروتينز، 3 انواع من البروتينات. اول حاجه الاكتين. الاكتين اللي هو الجلوبيولز او المولكيولز الحمراء دي، هو عباره عن تو تشينز اللي هم هيدوني الشكل الحلزوني اللي احنا قلنا عليه ده، بالاضافه الى نوعين من البروتينات التروبونين والتروبومايوسين، ودول بنقول عليهم الريجولاتوري بروتينز لان هم مسؤولين عن الكونتراكشن والريلاكسيشن، عمليه الريجوليشن بتاعه الكونتراكشن والريلاكسيشن. هنعرف تفاصيلهم طبعا قدام شويه. يبقى انا عندي الاكتين وعندي التروبونين والتروبومايوسين. التروبونين بنقول عليه تروبونين كومبلكس لان هو بيتكون من 3 انواع. عندنا التروبومايسين اللي هو عبارة عن الشريط الأزرق ده. يبقى تاني الثين فيلمنت بتتكون من 3 بروتين، الأكتين والتروبومايسين والتروبونين. الأكتين اللي هي الكور الصفرة اللي قدامنا دي، التروبومايسين اللي هو الشريط اللي هو البني ده، التروبونين اللي هو الدايرة البني دي. عندنا في الأكتين في حاجة في اللي هي النقط السودة دي، لو بصينا هنا الناحية التانية على اليمين هنلاقي النقط السودة دي بنقول عليها المايوسين بايندينج سايتس. لو جينا نبص وركزنا شوية المايوسين بايندينج سايت دي متغطية بالتروبومايوسين، يبقى أنا عندي التروبومايوسين اللي هو الشريط البني ده مغطي لي المايوسين بايندينج سايت. ايه هي اصلا المايوسين بايندينج سايت دي؟ مش احنا قلنا ان احنا عندنا في المايوسين مولكيول عندنا الهيد
والارم اللي هما بيكونوا لي حاجه اسمها الكروس بريدج، اللي هو الكوبري اللي هيمسك في الثين فيلامنت او في الاكتين فيلامنت. طب هيمسك في انهي حته بالظبط في الاكتين فيلامنت؟ في النقط السوداء دي. يبقى انا عندي المايسين مولكيولز، لو افتكرنا في الهيد، الهيد كان فيها حته اسمها الاكتين بايندينج سايت، اللي هو بيروح يمسك في المايوسين بايندينج سايت اللي هو موجود في الاكتين فيلامنت او الاكتين مولكيولز. طيب طول ما هو متغطي، طول ما النقط السوداء دي او المايوسين بايندينج سايت دي متغطيه بالتروبومايسين، يبقى اذا المايوسين هنا عندي عمره ما هيعرف يمسك فيها. ومن هنا كان التسميه ان التروبومايسين ده ريجولاتوري بروتين، لان هو اللي بيتحكم اذا كان المايوسين هيقدر يمسك في الاكتين ولا لا. تالت حاجة عندي اللي هو التروبونين، ده قلنا فيه منه تلات أنواع هنعرفهم دلوقتي بالتفصيل. عندنا التروبونين كومبلكس بيكون من تلات أنواع من البروتينات زي ما احنا قلنا. أول حاجة تروبونين I، تروبونين C، تروبونين T. التروبونين T اللي هو الأصفر دوت متصل بيه من اسمه T بتروبومايوسين، يبقى اللون الأصفر دوت أهو لازق أو ماسك في الشريط اللي هو البني ده، يبقى التي تروبومايسين. التروبونين سي اللي هو بالاحمر دوت هيمسك فيه الكالسيوم ايون زي ما هنشوف بعدين، يبقى السي كالسيوم. التروبونين اي اللي هو الاخضر دوت ماسك زي ما احنا شايفين في الكور دي اللي هي الاكتين مولكيول، يبقى تروبونين اي ماسك في الاكتين، تروبونين سي هيمسك فيه الكالسيوم، تروبونين تي ماسك في التروبومايسين. يبقى احنا كده خلصنا الاستراكشر بتاع الفيلامنتس. قلنا الثيك فيلامنتس بتتكون من المايوسين مولكيولز اللي هو بيتكون من التيل والهيد، قلنا الهيد مع الارم بيكونوا لي حاجه اسمها الكروس بريدجز، قلنا ان الهيد فيها تو سايتس، الاول اللي هو الاكتين بايندينج سايت هو ده اللي هيمسك في الاكتين فيلامنت، والتاني اللي هو الاي تي بيز سايت قلنا هنعرفه بالتفصيل بعدين. الثين فيلامنت قلنا بتتكون من ثلاثه بروتينز، الاكتين وده في حاجه اسمها المايوسين بايندينج سايت او مكان الاتصال بتاع المايوسين مولكيولز. عندنا تو ريجولاتوري بروتينز اللي هما التروبومايوسين والتروبونين. التروبومايوسين قلنا بيغطي المايوسين بايندينج سايت، والتروبونين قلنا عليه ان هو تروبونين كومبلكس لان هو بيكون من ثلاثه، تروبونين تي ماسك في التروبومايوسين، تروبونين سي هيمسك فيه الكالسيوم، تروبونين اي ماسك في الاكتين مولكيولز. هنتكلم دلوقتي عن درس مهم جدا وهو النيورو ماسكولار جانكشن والنيورو ماسكولار ترانسميشن. زي ما قلنا اي سكيليتال ماسل في جسمنا لازم بتبقى سبلايد بموتور نيرف، وعشان يحصل كونتراكشن الموتور نيرف ده لازم يحصل له ستيميليشن ويتكون فيه الامبلس اللي هتوصل بعد كده من الموتور نيرف للماسل وتعمل ماسل كونتراكشن. يعني ايه نيورو ماسكولار جانكشن؟ نيورو من الاسم، نيورو ماسكولار، النيورو اللي هو الموتور نيرف اللي هو النيرف، الماسكولار اللي هي الماسل، الجانكشن اللي هي الاتصال ما بين النيرف والمصل. يبقى نيورو ماسكولار جانكشن هو مكان الاتصال ما بين الموتور نيرف وما بين المصل بتاعتي. الجانكشن دي بتتكون من ثلاث حاجات، الموتور نيرف اندينج والساركوليما او الجدار بتاع المصل وما بينهما، المسافه اللي بينهم او الشق اللي بينهم اللي بنقول عليه السينابتيك كليفت. يبقى انا عندي الموتور نيرف اندينج والساركوليما او التنايات دي بنقول عليها السينابتيك جاترينج او جاترز، وما بينهما المسافه اللي بينهم بنقول عليها السينابتيك كليفت. اول حاجه معانا اللي هي النيرف اندينج، النيرف بيجي في الاخر وبيكبر او بيعمل لي حاجه زي انتفاخ كده، بيبقى موجود فيه ثلاث حاجات. اول حاجه الميتوكوندريا، وزي ما احنا عارفين مسؤوله عن الاي تي بي برودكشن اللازم لتصنيع للسنسز والريليز بتاع الاسيتايل كولين. يبقى اول حاجه معانا في النيرف اندنج هي الميتوكوندريا. تاني حاجه فيزيكلز موجود فيها الاسيتايل كولين، الاسيتايل كولين ده هو الكيميكال ترانسميترز اللي مسؤول عن النيورو ماسكولار ترانسميشن. تالت حاجه معانا في الوول بتاع النيرف اندنج بيبقى في حاجه اسمها فولتج جيتد كالسيوم تشانلز، كالسيوم تشانلز اللي هي التشانلز الخاصه بتاعت الكالسيوم. يعني ايه فولتج جيتد؟ جيتد يعني مقفولة، فولتج يعني كهرباء، يعني الشانلز بتاعت الكالسيوم المقفولة اللي ما بتفتحش إلا بالكهرباء.
يبقى انا عندي فولتج جيتد كالسيوم شانلز. يبقى النيرف اندنج فيه ثلاث حاجات: الميتوكوندريا، الفيسيكلز اللي موجود فيها الاسيتايل كولين، والفولتج جيتد كالسيوم شانلز. بعد كده عندي الكليفت، السينابتيك كليفت اللي هو ما بين النيرف وما بين الماسل. الكليفت دوت بيبقى موجود فيه حاجه اسمها الاسيتايل كولين ستيريز او الكولين ستيريز انزيم. الكولين ستيريز انزيم ده وظيفته ان هو بيكسر الاسيتايل كولين بعد ما بيخلص الاكشن بتاعه. بعد كده عندي على الساركوليما او السينابتيك جاترز بيبقى موجود عندي حاجتين، حاجه اسمها نيكوتينيك ريسبتورز واللي بتبقى متصله بالليجند جيتد صوديوم شانلز. يبقى انا عندي على الساركوليما او على جدار الماسل موجود حاجتين: نيكوتينيك ريسبتورز اللي بيرتبط بيها او بيتصل بيها الاستايل كولين. الاستايل كولين لما يحصل له ريليز بيجي يمسك في النيكوتينيك ريسبتورز، لما يمسك في النيكوتينيك ريسبتورز هيفتح حاجه اسمها ليجند جيتد صوديوم شانل. يعني ايه ليجند جيتد صوديوم شانل؟ اللي تشانلز بتاعت الصوديوم المقفوله اللي بتفتح بماده كيميائيه. ليجند يعني ماده كيميائيه. ايه هي الماده الكيميائيه اللي عندنا هنا؟ اللي هي الاسيتايل كولين. يبقى باختصار شديد النيوروماسكولار جانكشن، الجانكشن ما بين النيرف وما بين الماسل، عندي النيرف اندنج بيكون فيه تلات حاجات: الميتوكوندريا والفيزيكلز اللي موجود فيها الاستايل كولين والفولتج جيتد كالسيوم شانلز. عندي الكليفت ما بينهم بيكون موجود فيه الكولين ستريز انزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين بعد ما يخلص الاكشن بتاعه. عندي الساركوليما او جدار العضله بيبقى موجود فيه النيكوتينيك ريسبتورز اللي متصله بيها الليجند جيتد صوديوم شانلز. النيوروماسكولار جانكشن ليها اسم تاني اللي هو الموتور اند بليت. موتور اند اللي هو الموتور نيرف اندنج، بليت يعني طبق، لان المنطقه دي في المصل عامله زي الطبق. هنعرف دلوقتي يعني ايه او ازاي بيحصل نيوروماسكولار ترانسميشن، وازاي سبحان الله الكهرباء بتتنقل من النيرف للمصل وهم اصلا مفيش بينهم فيزيكال كونتاكت. احنا عارفين عشان الكهرباء تتنقل من حاجه للتانيه لازم يكونوا متصلين ببعض، بس هنا سبحان الله النيرف والمصل مفيش بينهم اتصال حقيقي، وبالرغم من كده الكهرباء بتيجي من النيرف للمصل بيحصل مصل كونتراكشن، ودي عمليه بنقول عليها النيوروماسكولار ترانسميشن. النيوروماسكولار ترانسميشن اول حاجه عندي بيبدا بالنيرف امبلس اللي بتوصل عندي للنيرف اندنج. زي ما قلنا عندنا في حاجه اسمها الفولتج جيتد كالسيوم شانل، اول ما الكهرباء بتوصل للنيرف اندنج البوابات دي بتفتح وبيبدا الكالسيوم يحصل له انفلكس او يدخل. دخول الكالسيوم بيتسبب في ان الفيسيكلز اللي مليانه اسيتايل كولين تبدا توصل للنيرف اندنج ميمبرين، للميمبرين اللي في الاخر خالص هنا، ويبدا يحصل لها اكزوسايتوز. اكزوسايتوز، اكزو جايه من اكزيت يعني خروج الكيميكال ترانسميتر. الكيميكال ترانسميتر هنا هيخرج اللي هو الاسيتايل كولين، اول حاجه بيحصل له ريليز خرج من النيرف، بعد كده هيعمل لي كروسنج للسينابتيك كليفت. عمل كروسنج وعدى هيمسك زي ما قلنا في النيكوتينيك ريسبتورز. احنا زي ما احنا قلنا ان في عندنا نيكوتينيك ريسبتورز الاستايل كولين بيمسك فيها. النيكوتينيك ريسبتورز دي قلنا متصل بيها الليجند او الليجند جيتد صوديوم شانلز. مجرد ما الاستايل كولين هيمسك فيها التشانلز دي هتفتح ويبدا الصوديوم عندي يدخل. الصوديوم هيدخل عندي في الساركوليما او يعدي الساركوليما ويدخل للماسلز، هيعمل لي حاجه اسمها الاند بليت بوتنشال. الاند بليت بوتنشال دوت هيبدا ان هو يخرج ويتحرك من الموتور اند بليت ويروح عندي لجدار الساركوليما للجانب يعني الساركوليما او للجزء المجاور من الساركوليما عشان يعمل لي بعد كده الاكشن بوتنشال اللي هيتنقل لباقي اجزاء المصل. يبقى انا عندي الاكشن بوتنشال مش بيتعمل في الموتور اند بليت، لا بيتعمل في الجزء المجاور من الساركوليما. يبقى تاني نقول الاحداث سريعا. اول حاجه عندي النيرف امبلس بتوصل بيفتح الصوديوم الفولتج جيتد كالسيوم شانلز، الكالسيوم بيدخل يزق الفيزيكلز توصل للممبرين في الاخر خالص، يحصل ريليز الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين هيعدي الناحيه الثانيه، هيعدي السينابتيك كليفت يعمل كروسنج، يمسك في النيكوتينيك ريسبتورز. هيمسك في النيكوتينيك ريسبتور هتفتح بوابات اسمها ليجند جيتد صوديوم شانلز. لما البوابات دي هتفتح الصوديوم هيدخل هيحصل له انفلكس. الصوديوم لما يدخل هيعمل ديبولاريزيشن وهيعمل لي الاند بليت بوتنشال. الاند بليت
بوتنشال دوت هيتنقل للجزء المجاور من الساركوليم عشان يعمل لي الاكشن بوتنشال اللي هيتنقل بعد كده لباقي اجزاء الماسل ويعمل لي ماسل كونتراكشن. بعد ما نقلت الكهرباء من النيرف للماسل وعملت الماسل كونتراكشن، اصبح الاستايركولين اللي عندي اللي موجود هنا مش محتاجه، وبالتالي لازم نتخلص منه. هنتخلص منه بطريقه من اتنين. اول حاجه ان الاستايركولين دوت يحصل له ديفيوز اوت بره النيورو ماسكولار جانكشن، والحاجه الثانيه الكولين ستريز انزيم اللي احنا قلنا عليه اللي بيكسر الاسيتايل كولين لاسيتيك اسيد وكولين، هيكسرهم عشان نرجع نستخدمهم تاني في تصنيع الاسيتايل كولين ويتعمل في الفيسكلز. يبقى هنتخلص من الاسيتايل كولين عن طريق ان هو يحصل له ديفيوز اوت النيورو ماسكولار جانكشن، والحاجه الثانيه ان انا بكسره بالكولين ستريز انزيم. عشان نفهم عملية النيورو ماسكولار ترانسميشن أكتر، تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض. أول حاجة عندي الإمبلس وصلت من النيرف، من موتور نيرف للماسل. وصلت عندنا الإمبلس هنا المنطقة دي اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي اللي هي النيورو ماسكولار جانكشن. وزي ما قلنا في الاخر في النيرف اندنج بيبقى فيه الحته بتكبر، النيرف اندنج بتكبر او بيبقى فيه حاجه زي انتفاخ كده، الاسم التاني ليها اللي هي الموتور اند بليت. ادا الموتور اند بليت اللي احنا اتكلمنا عنها. اول خطوه زي ما قلنا الامبلس وصلت، تاني حاجة لما الكهرباء هتوصل هتفتح لي حاجة اسمها الفولتج جيتد كالسيوم شانل، الكالسيوم هيبدأ يدخل جوه للفيزيكلز. تالت حاجة الفيزيكلز هيبدأ يحصل اكزوسيتوز ويبدأ الاسيتايل كولين يحصل له ريليز. الاسيتايل كولين هيحصل له ريليز وهيعدي السينابتك كليفت عشان يروح الناحية التانية، هيمسك في النيكوتينيك ريسبتورز. ستايل كولين مسك في النيكوتينيك ريسبتور، قلنا الريسبتورز دي متصل بيها الليجنت جيتد صوديوم شانلز، هتبدا تفتح. ادي التشانلز بتفتح ويبدا الاحمر دوت ده الصوديوم، يبدا الصوديوم يحصل له انفلكس يبدا يدخل جوه المصل. دخول الصوديوم زي ما احنا قلنا هيعمل حاجه اسمها الاند بليت بوتنشال اللي هيتنقل بعد كده للساركوليما، الاجزاء المجاوره من الساركوليما، عشان يعمل لي بعد كده الاكشن بوتنشال في المصل. زي ما احنا شايفين اهو الديبولاريزيشن والاكشن بوتنشال بدا يدخل. بعد كده احنا خلاص خلصنا الاكشن بتاع الاستايل كولين، ما عندناش محتاجينه، نبدا ان هو يحصل له ديفيوز اوت او يبدا ان احنا نكسره بالكولين ستريز. يحصل له دلوقتي ديفيوز اوت او يجي الكولين ستريز يبدا ان هو يكسره دي اسيتيك اسيد والكولين، وبعد كده الاسيتيك اسيد والكولين هنبدا نستخدمهم تاني في تصنيع اسيتايل كولين مره تانية. بيدخل اهوت النيرف اندنج مرة تانية عشان يعاد استخدامهم في تصنيع الاستايل كله. هنتكلم بعد كده على نقطة مهمة وهي البروبرتيز بتاعت النيورو ماسكولار ترانسميشن. النيورو ماسكولار ترانسميشن ده ليه بعض الخصائص المهمة جدا. أول حاجة إن هو يوني دايركشنال، يعني إيه؟ يعني النيرف امبلس بيجي من النيرف للماسل، ما ينفعش من الماسل للنيرف. يبقى أول حاجة عندي يوني دايركشنال، جاي من النيرف نازل على الماسل. تاني حاجة ان هو بيحصل فيه ديلاي، انا عندي الكهرباء ماشية في النيرف بسرعة جدا، لما بتوصل للماسل برضو بتعدي في الماسل بتمشي بسرعة جدا، لكن بيحصل ديلاي في الكليفت، الحتة اللي ما بين الماسل النيرف والماسل اللي هو الكليفت اللي بيحصل فيه ريليز الاستايل كولين، يبقى الحتة دي بيحصل فيها ديلاي حوالي نص ملي سكند. نص ملي سكند، الملي سكند يعني واحد على الف، نص يعني واحد على الفين من الثانية، يعني ديلي، يعني اللي احنا بنقول عليه ديلي ده حاجه تافهه جدا او حاجه بسيطه جدا. بعد كده من الخصائص بتاعته ان هو بيحصل فتيج، فتيج يعني تعب.
امتى يحصل فاتيج للمصل؟ امتى المصل بتاعتنا تتعب؟ لما بنعمل مجهود كبير او بنحركها كتير، يبقى rapid repeated stimulation. ليه بيحصل فاتيج او ليه بيحصل ارهاق وتعب في العضلة؟ لان انا لما بعمل stimulation كتير او rapid repeated stimulation بيبدأ الاستايكولين ينزل من الفيسيكلز. انا عندي الفيسيكلز مليانة استايكولين، عمال اعمل كنت عمال اعمل stimulation stimulation stimulation، فالاستايكولين اللي موجود في الفيسيكلز ده طبيعي ان هو هيقل وممكن يخلص. فلما هيخلص مش هيبدأ يحصل كوندكشن للامبلس ما بين النيرف والمصل، وبالتالي المصل مش هيبدأ يحصل لها كونتراكشن او مش هقدر احركها، فبالتالي هيحصل فاتيج. رابع حاجة عندي بعض الايونز بتزود الترانسميشن وبعض الايونز بتقلله. الكالسيوم زي ما احنا عارفين بيدخل جوه النيرف اندنج وبيعمل ريليز الاستايل كولين، فبالتالي هيزود الترانسميشن. عكسه المغنيسيوم لان هو بيقلل الريليز بتاع الاستايل كولين. بعض الدراجز بتزود لي الترانسميشن برضو، زي مادة اسمها الميتاكولين. الميتاكولين دي زي الاسيتايل كولين، شبيهة بالاستايل كولين، فبالتالي هتروح تشتغل على النيكوتينيك ريسبتورز بتاعت الاستايل كولين وتعمل لي ترانسميشن. المادة التانية اللي بتزود لي الترانسميشن مادة اسمها النيوستيجمين. النيوستيجمين دي عبارة عن كولين ستريز انهيبيتور او انتي كولين ستريز. الكولين ستريز ده الانزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين. لو انا وقفت شغل الانزيم ده يبقى انا مش هكسر الاسيتايل كولين، يبقى انا عندي الاسيتايل كولين هيتراكم وبالتالي هيعمل لي ترانسميشن او هيزود لي الترانسميشن. اخر حاجة عندنا مادة اسمها الكوراري، ومادة الكورية دي بنقول عليها نيورو ماسكولار بلوكرز. يعني ايه؟ المادة دي بتروح تمسك في النيكوتينيك ريسبتورز بتاع الاسيتايل كولين. يجي الاسيتايل كولين عشان يشتغل يلاقي الريسبتور بتاعه مقفول، بالتالي مش هيحصل ترانسميشن، بالتالي انا كده شليت العضلة لان الاسيتايل كولين مش هيعرف يشتغل عليها. يبقى اذا عندي الكوراري هو عبارة عن نيورو ماسكولار بلوكرز، بيقفل بيعمل بلوك للريسبتور بتاع الاسيتايل كولين، يمنع الاسيتايل كولين ان هو يعمل شغله. نقطة أخيرة في موضوع الترانسميشن عندنا ديورينج ريست، واحنا قاعدين كده بشكل طبيعي مفيش أي مشاكل، مفيش نيرف امبلس ولا أي حاجة، الفيسيكلز المليانة استايل كولين ديت ممكن يحصل لها سبونتينيوس رابشر، يعني مع نفسها كده ترابشر ويطلع منها الاستايل كولين. استايل كولين لما هيطلع هيعدي يعمل نفس الاكشن بتاعه بالظبط، والصوديوم يدخل ويعمل لي اند بليد بوتنشال. بس الاند بليد بوتنشال دوت هيتميز بان هو مينيتشر يعني صغير. يبقى انا عندي لو حصل سبونتينيوس رابشر للفيسيكلز اللي مليانه استايل كولين دي هتعمل لي حاجه اسمها مينيتشر اند بليد بوتنشال. الاند بليد بوتنشال دوت قليل جدا وغير كافي ان هو يعمل لي اكشن بوتنشال، وغير كافي ان هو يعمل لي ماسل كونتراكشن. يعني احنا فينا كلنا واحنا قاعدين كده بشكل طبيعي ممكن يحصل لنا مينيتشر اند بليت بوتنشال. هنتكلم بعد كده على اهم حاجه في محاضره النهارده وهو الماسل كونتراكشن، ميكانيزم اوف ماسل كونتراكشن، ازاي بيحصل ماسل كونتراكشن. بس قبل ما نقول او قبل ما نوضح كده لازم هنبين كام حاجه مهمه في الاول قبل ما نقول الماسل كونتراكشن. لو اعتبرنا ان ده عندنا ماسل فايبر او ليها اسم التاني اللي هي المايوسايتس اللي هي الخلية العضلية، بيغلفها من بره حاجة اسمها الساركو لما او الغشاء، غشاء الخلية العضلية. ساركو يعني ماسل ولما يعني ميمبرين، جواها حاجة اسمها الساركوبلازم اللي هو زي السيتوبلازم بتاع الخلايا العادية. يبقى انا عندي الماسل فايبر او المايوسايتس الغلاف بتاعها او الغشاء بتاعها بنقول عليه الساركو لما، وجواها الساركو بلاز. قلنا من شويه ان المايو الماسل فايبر بتتكون من مايو فايبرز، يبقى كل اللي جواها الصغيرين دول عباره عن مايو فايبر. لو كبرنا الدنيا زي ما احنا بنقول اهوت، الغشاء اللي بره اسمه الساركو لما، والحاجات الصغيره اللي جوه دي اللي هي المايو فايبر. لو ركزنا على المايو فايبر زي ما شرحنا قلنا ان المايو فايبر بتتكون من فيلامنتس، بتتكون من الساركومير اللي هي المسافه ما بين التو زد لاينز، وشرحنا الثيك فيلامنتس والثين فيلامنتس. عايزين نوضح حاجه مهمه وهي حاجه اسمها الساركو تيوبولار سيستم. لو بصينا حوالين المايو فايبرز هنلاقي حواليها مواسير زرقاء كده كتير، حوالين كل المايو فايبرز حواليها كلها مواسير زرقاء في كل الاتجاهات. المواسير الزرقاء دي بنقول عليها ساركوبلازميك ريتيكولم. عندنا الخط اللي هو الفاتح دوت اللي هو اللبني الفاتح دوت بنقول عليه التي تيوبيولز او ترانسفيرس تيوبيولز. ليه؟ لان هو بيدخل ترانسفيرس كده، بيدخل جوه الماسل فايبر او ما بين الماسل فايبرز، بيدخل كده ايه
بشكل عرضي. يبقى انا عندي هنا في حاجه اسمها الساركوبلازميك ريتيكولم محوطه الماسل فايبرز، وحاجه اسمها التي تي بيودز برضو محوطه الماسل فايبرز من كل الاتجاهات. اتنين ساركوبلازميك ريتيكولم وما بينهم التي تي بيودز، ده بنقول عليه الساركوتيوبولار سيستم. يبقى انا الساركوتيوبولار سيستم دوت بيتكون من ايه؟ بيتكون من تراياد، يعني ثلاث حاجات، اتنين ساركوبلازميك ريتيكولم وواحده تي تيوبيولز. الساركوبلازميك ريتيكولم اللي هي المواسير اللي احنا قلنا عليها دي، النهايه بتاعتها اللي هي عباره عن بنقول عليها تيرمينال سيسترني. يعني ايه تيرمينال سيسترني؟ سيسترني يعني انتفاخ. يبقى اذا الترياد ده بيتكون من تي تيوبيول و تو تيرمينال سيسترني. التيرمينال سيسترني اللي هي نهايه الساركوبلازميك ريتيكولم. الساركوتيوبولار سيستم دوت زي ما قلنا اللي هو الترايات دوت بيسراوند كل الماسل، كل المايو فايبرال. يبقى لو بصينا على كل المايو فايبرال بتبقى سراوند باي الساركوتيوبولار سيستم دوت. بيبقى موجود فين بالظبط؟ بيبقى موجود على الجانكشن ما بين الاي باند والاي باند. نركز عشان الحته دي مهمه جدا في الام سي كيو. يبقى انا عندي هنا الاي باند اللي هي من هنا لهنا. الاي باند لو كنا لو نفتكر مع بعض كانت بتتكون من ايه؟ من ثين فيلمنت وثيك فيلمنت. في الجنكشن ما بين الاي باند والاي باند بيوجد عندي اللي هو الساركوتيوبولار سيستم. والحته دي مهمه جدا في الام سي كيو، لا هو موجود عند الزد لاين ولا هو موجود عند الام لاين. بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود عند الجنكشن، وبكررها اهو، الجنكشن بتوين الاي باند والاي باند. دي صورة تانية للساركوتيوبولار سيستم. الأخضر دي اللي هي التي تيوبيول أو الترانسفيرس تيوبيول، الأصفر دي الساركوبلازميك ريتيكولم. قلنا الساركوتيوبولار سيستم بيتكون من ترياد تي تيوبيول، وفي الناحيتين اللي هو الانتفاخين دول اللي هم التيرمينال سيسترني، يبقى تي تيوبيول وتو تيرمينال سيسترني. لو بصينا مع بعض كده، الأخضر دوت هو الساركوليما، الاخضر دوت هو الساركوليما. الساركوليما بيجي هنا بيحصل له اكستنشن للانتيريور اوف ذا مايوفايبرلز، هو ده اللي بيكون لي التي تيوبيول. يبقى التي تيوبيول بنعتبرها انتيريور اكستنشن للساركوليما. طيب ايه وظيفه الساركوتيوبولار سيستم؟ اول حاجه التي تيوبيولز ايه وظيفتها؟ وظيفتها ان انا بعمل رابيد ترانسميشن للاكشن بوتنشال اللي هو بالاحمر دوت، اللي هو ماشي على الممبرين بتاع الماسل. رابيد ترانسميشن للاكشن بوتنشال انتو اول مايو فايبرز. يبقى انا عندي اللي عملنا نيورو ماسكولار ترانسميشن، النيرف امبلس عدت بالاستايل كولين، عدت للناحيه الثانيه على الماسل، عملنا اكشن بوتنشال على الماسل الساركوليما اللي هو الماسكولار ممبرين. الاكشن بوتنشال دوت عشان ان هو يدخل لكل الماي فايبرز لازم وجود التي تيوبيولز. يبقى احنا كده عرفنا وظيفه التي تيوبيولز. امال ايه وظيفه الساركوبلازميك ريتيكولم اللي هي بالاصفر دي؟ دي بتعتبر الاستورج او السايت بتاع الاستورج اوف كالسيوم. ايه اهميه الكالسيوم؟ زي ما هنعرف دلوقتي الكالسيوم هو المسؤول عن الماسل كونتراكشن. يبقى انا عندي دلوقتي الساركوتيوبولار سيستم بيتكون من التي تيوبيولز والتو تيرمينال سيسترني. الامبلس هتدخل عن طريق او هعمل ترانسميشن للامبلس او للاكشن بوتنشال من السيرفيس بتاع الماسل للانتيريور للاول مايوفايبرز. امال الساركوبلازميك ريتيكولم ديت مليانه الكالسيوم، الكالسيوم ده هيحصل له ريليز وهو المسؤول عن الماسل كونتراكشن. ده عندنا التي تيوبيولز ولازق فيها على طول التيرمينال سيسترني. التيرمينال سيسترني بيبقى فيها كالسيوم شانل عشان يخرج منها الكالسيوم المسؤول عن المسل كونتراكشن. التي تيوبيولز فيها حاجه اسمها ذهب ريسبتور، دي اتش بي ريسبتور اللي هي اختصار ل داي هايدرو بايريدين ريسبتور. الريسبتور دوت فولتج سنسيتيف. يعني ايه؟ يعني اول ما الاكشن بوتنشال بيجي بيحصل له ستيميوليشن. الريسبتور دوت الذهب ريسبتورز دوت هو المسؤول عن الاوبننج بتاعت الكالسيوم اتشن. يبقى انا عندي الاكشن بوتنشال لما هيوصل للتي تيوبيولز هيشغل الريسبتور دوت. الريسبتورز دوت هيفتح لي التشانلز الكالسيوم تشانلز، هيخرج الكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولم عشان يعمل لي ماسل كونتراكشن. ده فيديو بيوضح لنا الساركوتيوبولار سيستم ووظيفته. زي ما احنا شايفين دي ترانسفيرس تيوبولز او تي تيوبولز، الاكشن بوتنشال بيجي بيدخل على طول لكل الماي فايبرز عن طريق التي تيوبولز. تي تيوبولز او ترانسفيرس تيوبولز، وزي ما قلنا ان هي عباره عن انترنال اكستنشن للساركوليما.
ما بين التي تيوبيولز، في عندنا هنا كل ديت اللي هي الساركوبلازميك ريتيكولوم اللي احنا قلنا ستورج للكالسيوم. قلنا الساركو تيوبولار سيستم بيتكون من 3 حاجات، تراياد، تو تيرمينال سيسترني، و تي تيوبيول. تراياد قلنا ان هما متصلين ببعض، قلنا ان في هنا الذهب ريسبتور دي اتش بي ريسبتور اللي هو الفولتج سنسيتيف، وقلنا ان هنا في الكالسيوم تشانل. اول ما الامبلس بتيجي بتعمل استيميليشن للفولتج سنسيتيف ريسبتور دوت، يفتح الكالسيوم تشانلز، يخرج الكالسيوم عشان يعمل لي الماسل كونتراكشن. ندخل على الميكانيزم اوف ماسل كونتراكشن، نركز مع بعض كده ونهدى عشان ده اهم جزء في محاضرة النهاردة واكتر حتة محتاجة فيه. اول حاجة محتاجها عشان اعمل ماسل كونتراكشن الكالسيوم، ان انا اعمل ريليز للكالسيوم عن طريق حاجة اسمها الاكسايتيشن كونتراكشن كابلينج، وده اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي في وظيفة الساركو تيوبيلر سيستم. زي ما قلنا اول حاجة ان الاكشن بوتنشال بيجي بيحصل له بروباجيشن عن طريق التي تيوبيولز، يدخل لكل المايوفايبرلز، يبدأ يعمل اوبننج للكالسيوم تشانلز اللي موجودة في الساركوبلازميك ريتيكولوم في التيرمينال سيسترني، يبدأ الكالسيوم يخرج ويبدأ ان هو يروح للساركوبلازم او للسيتوبلازم. دي اول خطوة. تاني خطوة أهمية الكالسيوم ده، الكالسيوم ده بيخرج من الساركوبلازميك ريتيكولوم عشان يروح يعمل ايه؟ بيعمل اكتيفيشن لماسل بروتينز. ايه هي الماسل بروتين؟ الكالسيوم ده هيروح يمسك للتروبونين. لو نفتكر مع بعض الثين فيلامنت كانت بتتكون من الاكتين اللي هي الكور دي، بتتكون من التروبومايوسين، بتتكون من التروبونين او التروبونين. عندنا الكالسيوم لما هيجي هيمسك في التروبونين او التروبونين، هيبدأ ان هو يشد التروبومايوسين اللي هو الحبل البني دوت، يبدا ان هو يكشف لي المايوسين بايندينج سايت. يبقى انا ايه وظيفه الكالسيوم عندي هنا؟ هيمسك في التروبونين، هيبدا التروبونين دوت يشد التروبومايوسين يبعده عن المايوسين بايندينج سايت، يكشف لي السايت ديت عشان المايوسين يعرف يعمل فيها او يعمل معاها بايندينج. ولو نفتكر مع بعض التروبونين دوت كان منه 3 انواع، تروبونين اي، تروبونين سي، تروبونين تي. الكالسيوم هيمسك عندنا هنا من اسم الكالسيوم سي، يبقى هيمسك في التروبونين سي. في التروبونين تي اللي هو ماسك في التروبومايوسين، ده اللي هيشد او ده اللي هيمسك او هيشد التروبومايوسين. يبقى انا عندي الكالسيوم هيمسك في التروبونين سي، والتروبونين تي اوتوماتيك هيقوم شادد التروبومايسين عشان يكشف لي البايندينج سايت. طالما كشفت البايندينج سايت هيحصل عندي اللي هي الكروس بريدج دي اللي هي بتتكون من الهيد بتاع المايوسين، هتمسك عندي في البايندينج سايت المايوسين بايندينج سايت. يبقى انا عندي الكالسيوم حصل له بايندينج او عمل بايندينج للتروبونين سي، تروبونين سي شد التروبومايسين، عمل التروبومايسين از موفد اواي. لما التروبومايسين اتشد كشف عندي البايندينج سايت، اكسبوزنج البايندينج سايت اون اكتين، عشان بعد كده يحصل كروس بريدجز ما بين المايوسين للاكتين. مجرد ما المايوسين يمسك في الاكتين هيبدا عندي حاجه اسمها الكروس بريدج سايكل. يبقى المايوسين لما هيمسك في الاكتين هيعمل لي حاجه اسمها الكروس بريدج سايكل، وهي دي المسؤوله عن الكونتراكشن. وقبل ما اتكلم على الكروس بريدج نفتكر مع بعض الصوره دي. كنا بنقول ان الهيد بتاعه المايوسين مولكيولز كان فيها الاي تي بي بايندينج سايت، كان بيمسك فيها الاي تي بي. الاي تي بي ده عن طريق الاي تي بيز انزيم بيتكسر الى اي دي بي وان اورجانيك فوسفيت، وبيطلع عندي طاقه بتتخزن في الهيد بتاعه المايوسين مولكيولز. الطاقه دي هنحتاجها في الكروس بريدج سايكل زي ما هنشوف دلوقتي. هنتكلم على الكروس بريدج سايكل. علشان الهيد بتاع المايوسين يقدر يعمل اتاتشمنت او يعمل بايندنج للثين فيلامنت لازم يكون اكتيفيتد. يعني ايه اكتيفيتد او ازاي اكتيفيتد؟ عن طريق ان احنا زي ما قلنا بالاي تي بي بايندنج سايت، الاي تي بي هيجي يمسك فيها، بعد كده الاي تي بي ده هيحصل له هيدروليسيس عن طريق الاي تي بيز الى اي دي بي وان اورجانيك فوسفيت، وهتطلع عندي طاقه. الطاقه دي هي اللي هتعمل لي اكتيفيشن للهيد اوف مايوسين. عملت اكتيفيشن للهيد اوف مايوسين، اصبح ان هو جاهز دلوقتي ان هو يعمل كروس بريدج،
يبقى انا عندي ال activated head of myosin هتعمل cross bridge مع ال actin. ولسه ال ADP وال inorganic phosphate المفروض ان هما لسه متصلين بيها. الخطوه الجايه ان انا عايز الكروس بريدج دي تبدا ان هي تحرك الاكتين او الاكتين فيلمنت. يبقى اللي انا عايزه ان انا دلوقتي عملت كروس بريدجنج، هبدا ان انا احرك بقى الاكتين دوت، ان انا احركه ناحيه جوه عشان يحصل ماسل كونتراكشن. طيب احنا قلنا دلوقتي ان احنا الهيد متصل بيها الاي دي بي والان اورجانيك فوسفيت، عشان ابدا ان انا احرك الاكتين فيلمنت ده ناحيه جوه واعمل كونتراكشن لازم اعمل ريليز للفوسفيت للانورجانيك فوسفيت والاي دي بي. يبقى انا هعمل دلوقتي اهوت ريليز للاي دي بي والانورجانيك فوسفيت، ويبدا ان انا احرك. لو لاحظنا هنا الكروس بريدج بدات ان هي تتحرك ناحيه الشمال، يبقى انا بدات اهوت احرك الاكتين فيلمنت. بعد ما انا حركته دلوقتي انا عايز اعمل ديتاتشمنت، عايز ان انا الهيد اوف مايسون عايز اسيب الاكتين عشان ارجع امسك في حته تانية واحرك تاني. يبقى انا المفروض ان انا بحرك وبسيب وارجع امسك واحرك واسيب وارجع امسك واحرك وهكذا كروس بريدج سايكل، عشان اقدر ان انا الهيد اوف مايسين عشان اقدر ان انا اسيب الاكتين لازم يرجع يتصل بيها الاي تي بي مولكيول تاني. يبقى السايكل بتمشي كده، عشان اسيب عشان اعمل ديتاتشمنت للهيد اوف مايسين لازم يتصل عندي الاي تي بي. خلاص اتصل عندي الاي تي بي دلوقتي، حصل زي ما احنا شايفين اهوت حصل detachment. طيب عايز ارجع اعمل كروس بريدج تاني، يبقى اذا ال ATP اللي مسك عندي دوت هرجع اكسره ل ADP و ان اورجانيك فوسفيت، اصبح وطلعت عندي انرجي. الانرجي ديت عملت لي اكتيفيشن للهيد اوف مايسين، جت الهيد اوف مايسين الاكتيفيتد عملت لي كروس بريدج. الكروس بريدج دوت عشان يبدا ان هو يحرك الاكتين مولكيولز لازم يسيب ال ADP وال ان اورجانيك فوسفيت، سابهم خلاص بدا ان هو يحرك الاكتين فيلمنت، عايز اسيب الاكتين فيلمنت، هرجع امسك الاي تي بي وهنرجع نكرر السايكل دي وبنسميها الكروس بريدج سايكل. طيب انا خلصت دلوقتي الكونتراكشن، قعدنا نحرك 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 في الاكتين فيلمنت لحد ما عملنا كونتراكشن، عايز اعمل ريلاكسيشن. ازاي ان انا اقدر اعمل ريلاكسيشن؟ عشان اعمل ريلاكسيشن الكالسيوم اللي كان طلع من الساركوبلازميك ريتيكولم لازم ارجعه تاني. طيب الساركوبلازميك ريتيكولم دي مليانه كالسيوم، يعني فيها هاي كونسنتريشن اوف كالسيوم، عشان ان انا احول الكالسيوم او ارجع الكالسيوم من لو كونسنتريشن لهاي كونسنتريشن، من تركيز قليل لتركيز عالي، لازم محتاج انرجي. يبقى دي اكتيف بروسيس. اكتيف بروسيس ان انا هعمل بامبنج للكالسيوم اجينست كونسنتريشن جريدينت، هرجعه تاني لل ساركوبلازميك ريتيكولوم عشان اخلص من الاكشن بتاعه. لو شلت الكالسيوم، لو رجعت الكالسيوم تاني خلاص شلته من هنا من التروبونين سي، هيبدا التروبومايسين اللي كان كاشف البايندينج سايت يرجع يغطيها تاني. يبقى انا شلت الكالسيوم، التروبومايسين رجع غطى البايندينج سايت، رجع الاكتين فيلامنت تاني للبوزيشن بتاعه وقت الريلاكسيشن. كده خلاص المايسين او الهيد اوف مايسين مش هتقدر ان هي تعمل كروس بريدج مع البايندينج سايت. يبقى عندنا الكروس بريدج سايكل، اول حاجه البايندينج، الهيد اوف مايسين تعمل كروس بريدج مع البايندينج سايت. تاني حاجه البيندينج، بيندينج دوت ان انا بحرك الهيد اوف مايسين بتحرك الثين فيلمنت او الاكتين فيلمنت. تالت حاجه ديتاتشمنت، بشيل الهيد اوف مايسين بشيلها عن الاكتين عشان ترجع ريتيرن ان هي ترجع تعمل بايندينج تاني. اخر حاجه قلناها اللي هي الريلاكسيشن، وقلنا ان الريلاكسيشن دي اكتيف بروسيس لان انا بعمل الكالسيوم بشيله عن طريق ان انا بعمل بامبنج للكالسيوم تاني، برجعه تاني للساركوبلازميك ريتيكولوم. قلنا التروبونين خلاص شلنا الكالسيوم التروبونين، فهيرجع تاني للاوريجينال ستيت للشكل الاساسي بتاعه، هيبدا التروبومايسين يرجع يغطي تاني البايندينج سايت. ده اللي بيحصل في حاله الكونتراكشن الاول واحنا في الريلاكسيشن، ده المايسين وده الاكتين. لما نيجي نعمل كونتراكشن المايسين بيمسك في الاكتين ويبدا ان هو يشده في النص عشان يجي في الكونتراكشن يبقى بالشكل ده. يبقى المايسين اللي هو الاخضر دوت شد الاكتين، جابه من الطرف شده دخله جوه، عمل شورتنينج او عمل كونتراكشن للمصل. الصوره دي مهمه جدا في الام سي كيو، يا ريت نركز فيها. لو نفتكر مع بعض الاي باند كانت عباره عن الثيك
فيلمنت والثين فيلمنت الاتنين مع بعض، يبقى ده حدود ال A band كانت بتتكون من thick تتكون من thin filament. طيب ال I ال I band كانت بتتكون من ال thin filament فقط. كان عندي 2 زد lines هما المسافة ما بين ال أو ال 2 زد lines بيكونوا لي السركومير. السركومير كانت المسافة ما بين ال 2 زد line. كان عندنا في نص ال thick filament كان في حاجة اسمها ال M line أو ال M disk. طيب during the contraction أنا عندي ال thick filament اللي هي المايوسين بتشد ال actin، هل ال thick filament دي حصل فيها أي تغير؟ لو بصينا مع بعض من أول من في حالة ال relaxation لحد ما عملنا contraction نفس المسافة، يبقى ال A band ما بيحصلهاش اي change unchanged او constant. يبقى في ال MCQ during the contraction او after contraction ال A band اخبارها ايه؟ constant، ما حصلش فيها اي تغيير. ليه؟ لان هي ثابتة، هي كل اللي هي بتعمله ان هي بتشد ال actin filament بتدخلها لجوه، لكن هي ثابتة زي ما هي. طيب لو بصينا على ال I band اللي هي thin filament دي اللي هي السودة دي، ايه اللي حصل فيها؟ اتشدت دخلت لجوه لحد ما وصلت بالشكل ده، يبقى حصل فيها ايه؟ shortening، صغرت. يبقى ال I band بعد ما كانت كبيرة كده دخلت قربت لجوه يبقى حصل فيها shortening. طيب ال 2 زد lines اخبارهم ايه؟ حصل لهم ايه؟ قربوا من بعض. يبقى ال 2 زد lines قربوا من بعض، يبقى ال 2 زد lines become closer. طيب اخبار السركومير ايه؟ اللي هي المسافة ما بين ال 2 زد واضح جدا ان هي حصل لها shortening، يبقى المسافة بعد ما كانت من اول هنا لهنا صغرت خالص، بقت من هنا لهنا حصل لها shortening. اخبار ال H band اللي هي كانت بتتكون عندي من thick filament فقط اللي هي الحتة الحمراء اللي في النص دي، حصل لها ايه؟ ال actin filament لما دخلت بدأت تصغر المسافة دي، فأصبحت عندي ال H zone أصبحت عندي صغيرة. يبقى سريعا كده ال A band حصل فيها أي تغيير؟ لا ما حصلش فيها أي تغيير، يبقى ال A band constant. ال I band حصل لها shortening، ال H zone حصل لها shortening، الساركو مير بعد ما كانت كبيرة حصل لها shortening، ال 2 Z lines أصبحوا closer أو قربوا من بعضه. الحتة دي مهمة جدا في ال MCQ، ياريت نركز فيها. في ملحوظتين مهمين محتاجين إن احنا نقولهم. عملية ال contraction و relaxation are active processes، يعني الاتنين بيحتاجوا energy. عملية الكونتراكشن بنحتاج الانرجي اللي هو الاي تي بي زي ما قلنا في الكروس بريدج سايكل، وعملية الريلاكسيشن زي ما قلنا ان هي اكتف بروسيس لان انا بعمل بومبنج للكالسيوم اجينست الكونسنتريشن جريدينت، بدخله للساركوبلازميك ريتيكولوم برجعه تاني للساركوبلازميك ريتيكولوم غصب عنه لان هو اجينست كونسنتريشن جريدينت. اذا الاثنين محتاجين انرجي، الاثنين اكتف بروسيس عشان لو جت في الام سي كيو. النقطة الثانية والمهمة جدا ان الكونتراكشن ما هو الا سلايدنج للاكتين اوفر مايوسين، يبقى المايوسين بيشد الاكتين يعمل له سلايدنج كده سلايدنج. طيب لو ركزنا مع بعض، هل الطول بتاع الاكتين والطول بتاع المايوسين بيتغير؟ لو احنا شايفين ادا الكونتراكشن المايوسين هو زي ما هو ولا حصل في اي تغيير، طب الاكتين طوله زي ما هو برضو متغيرش، هو كل اللي حصل ان الاكتين دخل لجوه اتحرك لجوه. يبقى اذا في الام سي كيو الاكتين والمايوسين الاثنين الطول بتاعهم ثابت، ايه اللي بيحصل؟ ان فقط بيحصل سلايدنج للاكتين اوفر مايوسين. يبقى الثيك والثين فيلمنت دونت ديكريز ان سايز، مش بيقصر ان سايز مش بيقصروا او ان لينث مش بيقصروا، امال ايه اللي بيحصل؟ ان الاكتين سلايد بتوين او سلايد اوفر المايوسين، الاكتين هو اللي بيتزحلق هو اللي بيدخل على المايوسين. الحته دي مهمه برضو في الام سي كيو. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده وان شاء الله يوضح لنا اي حاجه فيها مشكله او ما كناش فاهمينها. عشان نعمل كونتراكشن لازم بنعمل حاجه اسمها الكروس بريدج سايكل. نشوف دلوقتي عندنا الساركومير اللي هو الكونتراكتايل يونت بتاعت المصل. بيتكون من ايه الساركومير؟ بيتكون من ثيك فيلمنت اللي هي لونها احمر ومن الثين فيلمنت اللي هي لونها اصفر دي. ادا الثيك فيلمنت وادا
الهيد بتاعة المايسن عمالة بتشد عمالة بتشد في الاكتين عشان تدخله ناحية السنتر فيعمل كونتراكشن. زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي ده الهيد اوف مايسين وده التروبون المولكيول بتاع التروبون سوري اللي هو الاكتين بتاع الاكتين. اول حاجة قلنا احنا دلوقتي مستنيين الكالسيوم اللي هو لونه البنفسجي دوت هيجي يمسك في التروبونين سي. لما هيمسك في التروبونين سي هيغير من شكله وهيخلي اللون الاخضر ده اللي هو التروبومايسين يشده يخليه يكشف البايندينج سايت. ادي التروبومايسين اتحرك من مكانه واتكشف عندنا البايندينج سايت عشان المايوسين يجي يمسك فيه ويعمل كروس بريدج. وزي ما قلنا عشان الهيد اوف مايوسين يأتاتش او يعمل كروس بريدج مع البايندينج سايت في الاكتين لازم يكون الهيد ده اكتيفيتد. اكتيفيتد عن طريق ايه؟ عن طريق الاي تي بي. يبقى الاي تي بي بايندينج يأتاتش للاي تي بي بايندينج سايت وبعد كده الاي تي بي دوت هيتكسر الى اي دي بي وان اورجانيك فوسفيت ويطلع عندي انرجي. الانرجي ديت هي اللي هتعمل لي اكتيفيشن زي ما احنا شايفين كده للهيد اوف مايوسين. اصبح دلوقتي الهيد اوف مايسين جاهز ان هو يعمل اتاتشمنت او يعمل كروس بريدج زي ما احنا شايفين دلوقتي هيحصل كروس بريدجنج او هيحصل بايندينج. ادا الهيد اوف مايسين عمل بايندينج مع الاكتين. طيب قلنا عشان يبدا ان المايسين دوت يبدا يحرك الاكتين لازم يريليز الاي دي بي والان اورجانيك فوسفيت زي ما حصل دلوقتي حصل لهم ريليز وبدا يعمل حاجه اسمها الباور ستروك او بيندنج. يبقى هو دلوقتي عشان يعمل الباور ستروك دي او البيندنج عشان يحرك الاكتين فيلامنت ناحيه السنتر لازم يعمل ريليز زي ما حصل دلوقتي. حركنا. طيب عايزين نعمل دلوقتي ديتاتشمنت. قلنا لازم عشان نعمل ديتاتشمنت لازم يجي اي تي بي مولكيول يتاتش للهيد. اول ما هيعمل اتاتشمنت هيحصل ديتاتشمنت بقى. عشان نعمل كروس بريدج تاني نبدا نعمل هيدروليسيس للاي تي بي الى اي دي بي وان اورجانيك فوسفيت نعمل اكتيفيشن للهيد اوف مايسين ويرجع يعمل كروس بريدج تاني وتبدا السايكل تتكرر. زي ما احنا شايفين الكروس بريدج سايكل شغاله. الهيد اوف مايسين عماله بتزق في الاكتين بتشده للسنتر عماله بتشد للسنتر زي ما احنا شايفين المايسين الهيد اوف مايسين عماله بتشد في الاكتين لحد ما يحصل كونتراكشن. عملنا كونتراكشن عايزين نعمل ريلاكسيشن نبدا نرجع الكالسيوم نرجعه للتيرمينال سيسترني للساركوبلازميك ريتيكولوم. ادي الكالسيوم اللي باللون البنفسجي هنبدا ان احنا نشيله يبدا التروبونين يرجع مكانه تاني والتروبومايسين يرجع يغطي البايندينج سايت ونبدا ان احنا نعمل ريلاكسيشن كده. يبقى احنا الحمد لله خلصنا محاضره النهارده. ملحوظه بس اخيره كل الصور الفيديوهات اللي في المحاضره ان شاء الله باذن الله هتلاقوها في الديسكريبشن تحت الفيديو. يا رب ان شاء الله تستفيدوا واستنوني ان شاء الله في المحاضرة الجاية لو كان في العمر بقية. والسلام عليكم.